بسم الله. أنا مواطن تونسي هاجر مطرود من بلادي بالعائلة الرئاسية الطرابلسي. خطابي سيكون باللغة الدارجة لكي يفهموه كل التونسيين كبار وصغار. سيد الرئيس، قبل مغادرتي البلد حاولت كل الإمكانيات بإعانة عبد الوهاب عبد الله ورضا عبد الله، عبد الوهاب المستشار بتاعك الخاص، ومشيت للقصر عدة مرات وأرسلت لك عدة مرات رسائل، ولكن للأسف ما تنظرش للتونسيين إلا عائلتك، تلاهي إلا بعائلتك. قديش من سنة عندك في الحكم، التونسي ما عنده حتى قيمة عندك، وهذا مش معقول. سيد الرئيس، عندك أغلاط فادحة. الأغلاط الأولى هي أنت قلت المبدأ هو لا رئاسة مدى الحياة. أنت عندك ما شاء الله من 68 وأنت في الحكم، هذه أول غلطة. الغلطة الثانية هو أنك تعامل في عائلتك على الشعب التونسي، وهذا مش معقول، ما قالش فيه ربي. والحاجة الأخرى هو بعد هالمظاهرات اللي صارت والمشاكل اللي صارت، كنا نتصوروا أنك تهدي الشعب التونسي وتقول له أنا رئيسك وأنا نفض المشاكل الكل. أنت تهدد فيه، وهذا أكبر غلطة عملتها في حياتك. انت خسرت الشعب التونسي، خاطر ما تحبش الشعب التونسي. انت كل المشاكل اللي قاعده تصير هي متسبب فيه زوجتك وعائلتها. انا جو سي فيكتيم دو لا فامي بريزيدونسيال ترابلسي. انا حاولوا قتلاني 4 مرات، واخر مره سبتمبر 2000 حاولوا اختطاف بنتي ولدي من تونس من قدام بيتي، واتصلت وزير الداخلية آنذاك عبد الله قلال. وعبد الله قلال خاطر أنا في الشعبة، في شعبة الوفاء المنزل السادس، وعندي من الأشياء ما شاء الله، من الأسرار ما شاء الله. هو ألا قاله لي، وكانت معايا زوجتي، يقول لي حمادي سوفتوا. مش معناها قلت له نخرج من بلادي، قال لي بطبيعة الحال هذوما ناس شريرين. هذا يا عبد الله قلاوي وزير الداخلية يقول لي أنا وزير بالباتش ما عنديش نفوذ عليهم. ما عليناش، المشكل اللي عندي هو أني وقع عليا مراد طرابلسي اقترح عليا اقتراح باش ندخل نشتغل معاه في المخدرات. كيفاش نشتغل معاه في المخدرات؟ هذايا الشغل كان نتاع خوك منصف قبل ما يقتلوه، قتلوه 96، أنا كنت حاضر في الجنازة. اتصل بيا الكونسيي نتاعك، ومشيت لحمام سوسة وشفت الخنار اللي قاعد يصير. مواطنين حمام سوسة ما عمره حتى واحد ما جاء ولا عزة، ولا الناس يضحكوا علينا ويسبوا فينا. استدعاني عبد الكريم غمة، تعرف كان من أعز أصدقائي، يعرفني ويحترمني. أنا مراد الطرابلسي بعد ما مات أخوك منصف، سيدة ليلى كما تقولوا أنتوما عينت أخوها مراد باش ياخذ مكان أخوك. كيفاش؟ المخدرات هما، أنا أتصل المخدرات عن طريق باخرة تلوحهم في البحر قدام الجمهورية التونسية، وبالبواخر الصغيرة البابر الصغار يدخلوا يهزوهم يجيبوهم. ورفضت أنا الشغل هذايا خاطر سم، هذايا فهمني سم. كيفاش؟ والمصدر متاعهم هو عبد الوهاب بن رمضان من صفاقس. مشيت حتى المعلم متاعه وزرته، وأنا التصدير صدر المغرب العربي والشرق الأوسط كله هو فهمني. سيد الرئيس، قلت ما عندكش مشاكل
في الاشياء اللي صارت معناها في العالم كله. قلت انت ما عندكش مشكله في نصيب، انا امورنا كلها باهي. تعرفش علاش؟ على خاطر وجهولك الامريكان والفرنسيس وجهولك تهمه انه بلانشيسمون دارجون. شو معناها بلانشيسمون دارجون؟ من المخدرات. والصحيفه الامريكانيه الاخرانيه اللي خرجت اخبار على تونس، معناها واحد وقت اللي يقراها يحزن على بلاده، هو انه الحكومه التونسيه فارغه، ما عندها شيء، ارقامها كلهم غالطين، يغلطوا في الشعب. وبالمناسبه تقدم بالتعزيه للعائله وعزيزي عائله سيدي بوزيد واللي ماتوا اخرين، كل تعزيه مني ومن عائلتي. ونتمنى انه ما عندكش مخرج توا، هو انه الشعب التونسي يفقد منك الثقه. علاش؟ على عائله زوجتك. ابعد من عائله زوجتك وغير طريقتك، بالممكن ترجع منها للصواب. كل ما قاعد يصير كله من تحت عائله الطرابلسي. اخيرا، ما عنديش مده طويله، شهر بلغني، اتصل بي صديقي جاني في زياره خصيصا باش يعطيني معلومه على زوجتك. هو اني صديقي هذا اشترى ارض وبناه هو وجاره، واخيرا بعد ما بناه حضر بيت داره وبناها وصرف عليها، تقابلوا هي نهار قال له يا فلان راني مقصور في حاجة إلى قرض صغير، زوجتك في البنك، ومشى وخذا له قرض. ما راعوا إلا ليلة من الليالي 3 متاع الصباح جتوا الشرطة للدار وخرجوه من الدار على أساس ماهوش دار، فهمني. وكانت العائلة هذه جات عند عائلة صديقي وقت اللي هما جيران، الصبح مشى لافوكا نتاعو وقال له امشي للبنك خذ لي منها اشياء من البنك اللي انت تخلص في القرض، وامشي لدفتر خانه بانك انت مسجلها، امشي. مشى لدفتر خانه يلقى اسمه ممسوح ما فماش، ومشى للبنك ماخذ منه 60,000 دولار. قالوا له ما عندنا حتى صله بيك، ماكش موجود في 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 البرمجه. اتصل بعماد الطرابلسي اللي هو سهرك. عماد الطرابلسي اتصل به في الليل قال له حرام عليكم، علاش الراجل تخرجوه من راجل داره بنيتها انا وياه؟ قال له مش انا، غدوة نعطيك شكون خذال، شكون عمل المشكل. غدوة يتصل به يقول له المعلمة. شكون هي المعلمة؟ زوجتك سيد الرئيس.